علينا أن نتنبه جيدا إلى ما يراد بنا من كيد وما يراد بنا من شر. فأروني في مصر، مصر الكنانة، مصر الذي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلها في رباط إلى يوم القيامة. من يقول عن مصر أنها أمة كافرة؟ إذن فمن المسلمون؟ من المؤمنون؟ مصر التي صدرت علم الإسلام إلى الدنيا كلها، صدرته حتى إلى البلد الذي نزل فيه الإسلام، هي التي صدرت علماء الدنيا كلها علم الإسلام. أنا أقول عنها ذلك، ذلك هو تحقيق العلم في أزهارها الشريف. وأما دفاع عن الإسلام فانظروا إلى التاريخ، من الذي رد همجية التتار عنه؟ إنها مصر. من الذي رد هجوم الصليبيين على الإسلام وعلى المسلمين؟ إنها مصر. وستظل مصر دائما رغم أنف كل حاقد أو حاسد أو مستغل أو مستغل أو مدفوع من خصوم الإسلام هنا أو خارج هنا، إنها مصر ستظل دائما.